شباب، يعطيكم العافية. اليوم رح نحكي عن المود بريفرنسز. عنا ستايل 1 2 سونج اند سيكونس وميديا. ستايل عنا السبليت تبع الكيبورد، نحن بنقرر من وين لوين بدنا. نحن عطينا سي 4 اوكي، يعني بننقي لوين بدنا النوت بدون ما نسيف، بس احنا علينا ننقي وين بدنا وهو بيعلم لنا وبيحفظ لحاله. بيرجع عنا كورد، هون عنا فينجرد 1 نوت 1 فينجر. شو الفينجر 1 نوت و 3 نوت؟ أكترية العالم بيحطوا أكوريات بثلاثة، وأصول الأكور أكيد يكون ثلاثة وأربعة وفي يكون خمسة كمان. في ناس بتحب كمان تلعب مثلا ست يامات أما تنزل ديمينية، ما بتحب إنه تلعب ثلاثة مع بعضهم أوكي. فنحن إذا حطيناها 1 نوت مثل ما نحن عاملين، يعني إذا بنغير one finger، إذا نحط ثلاثة ما بيصير يغير إلا ما نكون كبسين ثلاثة. أوكي، وأكيد في كذا option منه advance one finger، هن أكتر شيء one finger one note و three note. أوكي، نحن حطينا one finger. بيرجع عنا memory mode، نحن هيدي كرمال اللور، يا في يكون كورد، يعني سحتنيها كورد ومشينا لور، مش اللور إذا بنين إيدنا بيطري. إذا نحن مثل ما حطينا كورد بلس لور بيضل. أوكي، نحن هيك حطينا. عنا الأوتوفيل مود اللي هي موجودة هون، الأوتوفيل فيها تكون سمارت، نحن بنقي شو بدنا. أما current variation، أما إذا نقلنا من variation يعني طلبنا 4 تكون 4، أما طلبنا هون تكون هون. أوكي، موجودة، أنتو بتنقوا أي وحدة بدكم حتى ياخدها. ضلنا كبسين الطريقة، لكن إنه ضلنا كبسين على الأوتوفيل. مشينا الإيقاع، ضلوا زيت التاركت، بس تو تارجت فاريشن. نحن تارجت فاريشن يعني هون كبسنا، بيجي على ال 3 كبسنا هون على 1 بيجي على 1، 2 بيجي على 2. هيدي كل واحد حسب بيرتاح. ستايل 2 عنا البيز اند لور، نحن حطينا فوق البيتش اساينا بالرقم 3 تتضول اللور زني، يعني مثل ما بنقول بالعربي. يرجع عنا فيلوستي كنترول، هيدي مميزة بالكوارك، فينا نحطها بريك إذا بدكم، إذا أنتم ماشيين بالغنية بالإيقاع. تحطوا الفوليو تبعو الأداء بدكم إياها، فيها تكون خفيفة فيها تكون قاسية. يعني إذا أنا ماشي فاريشن 1 هاي البريك، نحن حطيناها بريك الشفت، بدي بريك أول إيدي بقدر بريك. أكيد هون الـ value يعني sensitivity، يعني الإحساس قدي بدكم تقوّها. أوكي، فيكم تقوّها كذا شغل، فيكم تعملوها stop فتعملوها base، فيكم تقيمه الميموري وتتقوّب تنقيم الميموري. يعني إذا هيك راحت الميموري، جانا كبس هون تكبسو. أوكي، بيرجع عنا سكيل مود، اكيد اول تراك سكيل مود اول تراك، يعني وقت نشغل كمان عم يشغل الايقاع، يعني ايد الشمال تبع الايقاع البيز والجيتار بشغلهم. اذا بدكم بس الكيبورد تراك فيكم بس هاي تشغل وهيدي لا، وفيكم ابر تراك يعني بس اليمين مش الشمال. اوكي، نحن حاطين اول تراك. بيرجع لنا اكيد ستايل فوليوم اللي هو تبع درامز بيركشن بيز اكومبانيمنت. بيرجع عنا song and sequence، هذا لشباب اللي بيشتغلوا sequencer، بعدين نرجع عليها. آخر شيء عنا ميديا، هون مطرح ما في factory protect، فينا نعمل للميديا للجلوبال طبعا حدا يدق بالقور أو ما ينزع شيء، بيعمل لوك عليهم ما بينمحى شيء. يعني factory إذا بدي سيف إيقاع من هون
قلت له هيك، ما قلت له مثلا على السهم من هون بدي اعمل رايت كورنت ستايل، ما بيعمل، ما في غير مفوت على جلوبال مود بريفرنسز ميديا ايميل فاكتوري الجلوبال ميديا، هول بيحموا كل الاورج حتى يقدر يبين عنا رايت كورنت ستايل تقدر تسير الايقاع اذا بدي اعدل فيه. اوكي، واكيد للميديا يعني عم نحكي الهارد ديسك، يعني اذا حدا بيعمل سيف حدا بيعمل ديليت ما حدا يقدر يعمل، اما حدا يلعب الجلوبال ما حدا بيقدر يلعب الجلوبال.